اليوم جيت سعداء باش نعلنوا لهذه الشراكه مع البنك الاوروبي لاعاده البناء والتنميه اللي هو شريك المغرب منذ فتره طويله. وهاد الشراكه تجي في واحد الوقت جد مهم خصوصا مع في العلاقه ديالنا مع الشركاء ديالنا الاوروبيين، خصوصا اننا وقعنا على التوقيع ديال الشراكه الخضراء بين المغرب والاتحاد الاوروبي مؤخرا. وكتأكد اهميه الشراكه بالنظر للبرنامج الاستثماري اللي هو جد مهم والطموح ديال المملكه المغربيه في مجال الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه اللي تنذكر باكثر من مليار ديال الدولار في السنه من هنا ل 2030. وطبعا البرنامج الطموح للشركات اللي تحت الوصايه ديال الوزاره بما فيها طبعا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء. وطبعا هذا البرنامج الطموح ايضا كيشمل اصلاح ديال المكتب الوطني للكهرباء. وكدعم هاد مذكرة التفاهم واحد العنصر اللي هو جد مهم ورئيسي في الانتقال الطاقي والتمويل ديال الانتقال الطاقي، الا هو اولا دعم الشبكة الكهربائية، الشبكات الكهربائية الوطنية والجهوية على الصعيد الوطني وطبعا على الصعيد الجهوي والمحلي، وايضا التمويل المستدام على المدى القصير والمتوسط خصوصا في انظمه الطاقه اللي كتكون مرنه وقويه اللي غتعزز الصمود ان شاء الله ديال المملكه المغربيه في اطار الازمات المتتاليه اللي تعرفها العالم. We're very pleased we signed this memorandum of understanding with the minister to basically deepen our cooperation on helping Morocco with its energy transition. The understanding focuses on ways in which we can help the ministry, the economy, but also ONA on accelerating the energy transition, scaling up renewables, strengthening the grid, and also helping in the phasing out of fossil fuels to which Morocco has already committed.